بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم القرآن رحيق الطهر والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. وبعد، فما زلنا نتفيأ معكم من خلال هذا البرنامج أعلام القرآن النظر والتأمل في أعلام ذكرها الله جل وعلا في كتابه. والعلم الذي سنتحدث عنه اليوم علم أثير عند كل مسلم، حبيب إلى قلب كل مؤمن، ألا وهو الكعبة. الكعبة جاء ذكرها نصا في القرآن في سورة المائدة، قال الله جل وعلا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. وقال جل وعلا في آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. وقال في المائدة نفسها: هديا بالغ الكعبة. الحديث عن الكعبة حديث يطول، لكننا سنحاول قدر الإمكان إجماله، مع علمنا أن هذا البيت العظيم جعله الله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، رمز الخلود وكعبة الإسلام. هل في الورى لك من كم في الورى لك من جلال سامي، يهوي البناء إذا تقادم عهده، وأراك خالدة على الأيام. من الذي بنى الكعبة؟ الناس في مسابقاتهم الثقافية يبادرون فيقولون الخليل إبراهيم عليه السلام، وهذا فيه نظر، والصواب أن إبراهيم هو الذي رفع القواعد من البيت، لكنه لم يبنيها ابتداء. لأننا إذا قلنا إن إبراهيم خليل الله هو الذي بنى الكعبة ابتداء، فمعنى ذلك أن الأنبياء قبل إبراهيم لم يحجوا، إذ لا كعبة يومئذ، وهذا فيه شيء من البعد. وبين إبراهيم ونوح عليهم السلام أنبياء كثر ورسل عدة، فلا يمكن القول أن إبراهيم أن البيت لم يكن موجودا قبل إبراهيم. والذي يظهر والعلم عند الله أن الملائكة، هذا أرجح الأقوال، هي التي بنت البيت، بنته لأبينا آدم، ثم حصل للبيت ما حصل من اندثاره وذهاب معالمه لما تلبس الناس بالشرك. ثم إن الله جل وعلا أوحى إلى الخليل إبراهيم أن يبني الكعبة، فيكون إبراهيم هو أول من بنى الكعبة من الخلق، من البشر، من بني آدم، لأنه لم يسبقه أحد إلى بنائها، وبنتها الملائكة ابتداء بهذا في ظني، تتوافق الأخبار ويمكن الجمع بين الآثار. إبراهيم عليه السلام أنزل زوجه هاجر وابنها إسماعيل في الوادي الذي فيه الكعبة قبل أن يبنى البيت. قال: رب إني أنزلت أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ويومئذ لم يكن البيت موجودا. ثم ذهب إلى الشام، عاد يتفقد تركته، فلم يجد ابنه، وجد زوجته، سألها عن إسماعيل، فقالت: ذهب يستسقي لنا، يعني يبحث عن طعام. فسألها عن حالهم، فكانت امرأة ضجرة، فشكت إليه أنهم بشر حال، وهي لا تعرف أنه إبراهيم والد إسماعيل. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام، وقولي له: غير عتبة بابك. حملت المرأة الرسالة إلى زوجها إسماعيل، قال: هذا أبي، وقد أمرني أن أفارقك، ففارقها وطلقها، وتزوج غيرها من جرهم القبيلة العربية. جاء إبراهيم يتفقد التركة، فسأل، لكن هذه المرأة أثنت على الله وحمدته، فقال: إذا جاء إسماعيل فأقرئه مني السلام، وقل له: ثبت عتبة بابك. جاء إسماعيل، أخبرته زوجته بالخبر، قال: هذا أبي، وقد أمرني أن أبقيك. جاء خليل الله مرة ثالثة، فوجد إسماعيل تحت ظل شجرة يبري نبلا، فقام إليه والد وولده يتقابلان، تعانق ما يصنع الوالد بولده والولد بوالده. قال الخليل لابنه: إن الله أمرني أن أبني بيتا، وأشار إلى أكمه. قال: يا أبتي أطع ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. فأخذ يبنيان البيت، وقد أثنى العلي الكبير عليهما في قوله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ما الذي يتعلق بالبيت قبل أن نستفيض تاريخيا في البيت؟ يتعلق به أمور، أولها
أن الله جل وعلا شرع لنا وتعبدنا والأمم من قبلنا أن نطوف بالبيت، ولم يتعبد الله أحد أن يطوف بمكان غير بيته، لا الطواف بقبر ولا بضريح ولا بمشهد ولا بأي مكان كان، يحرم ويعظم حرمة أن يطاف بمكان غير بيت الله العتيق. قال ربنا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فجعل الله الكعبة قبلة لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم في صلاتنا. ننحر ذبائحنا، فشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتوجه بذبائحنا، وما نريد أن ننحره من صيد وغيره من أي ذبيح أن ننحره متوجهين إلى القبلة. فإذا قبرنا مؤمنا مسلما وجهناه نحو الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا، قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا كله بعض ما يتعلق بالكعبة. ثم إننا ندعو ربنا ونسأله جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. لا يشترط في الدعاء أن نتوجه للكعبة، لكن يجمل ويحسن ويكمل، ومن أعظم آداب الدعاء أن نتوجه إلى القبلة إلى الكعبة، وإلا فنحن ندعو الله جل وعلا. هذا ما يمكن أن يقال عن ما يتطلب منا نحو الكعبة. أما تاريخ الكعبة فهو تاريخ عظيم. قريش في زمانها أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أرادت أن تجدد بناء البيت، فجمعت من طيب أموالها وقدموا إلى البيت، يعني بدهيا قبل أن يبنوه لابد أن يهدموه. من يتجرع على هدم البيت؟ بدأ الوليد بن المغيرة وخلع عليه وأتى البيت، قلع منه حجرا وهو يقول: اللهم إنك تعلم أننا نريد بناءه لا نقضه، ثم حجرا. فلم ترى قريش الوليد قد أصيب بأذى، فأصابهم العزيمة وأعانوه وهدموا البيت وأعادوا بناءه. لكن النفقة، المال المدخر، الميزانية بتعبير العصر التي ادخرت لبناء البيت قصرت، لأنها من طيب أموالهم، وأموالهم كان أكثرها سحت، الميسر والخمر والربا وطرائق ظلم. فقصروا في بناء الركنين الشاميين دون بناء إبراهيم، وجعلوا الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، وسموا ذلك حجرا أي محجوز، ثم سمي بعد ذلك بحجر إسماعيل في مرحلة ما من التاريخ، لكن ليس لكلمة إسماعيل أصل في هذا الباب. المهم أن قريشا بنته على هذا الحال. فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد بعثته في العام الثامن، دخل الكعبة بعد أن أخرج ما فيها من أزلام وأصنام. قبل أن يخرج وهو على عضدتي الباب، أنزل الله جل وعلا عليه قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فجاءه علي رضي الله عنه قال: يا نبي الله، اجعل لنا السدانة مع السقاية. السقاية سقاية الحجيج كانت يومئذ مع أبناء عبد المطلب، أما السدانة مسؤولية عن البيت فتحه وإغلاقه كانت في بني شيبة. فكان علي يريد أن يستأثر بنو عبد المطلب بالسقاية والسدانة، فقال صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن أبي طلحة؟ فجاء عثمان فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة وقال: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. فهي إلى اليوم وسدنة البيت عند بني شيبة. هنا أتوقف معك قليلا تاريخيا. في زمن قبل قيام الدولة السعودية المباركة، في زمن الأشراف، كان الناس قلة، وكان رجل من بني شيبة، ولهذا أنا خرجت القلم، معه مفتاح الكعبة. مفتاح الكعبة تقريبا ذراع طويل قليلا، وهو يلبس هذا الرجل السادن ما يسميه أهل الحجاز السديرية، فيها جيب، ويضع مفتاح الكعبة في جيبه، واضعا مفتاح الكعبة في جيبه وهو سادن البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم السدانة وأخذ يصلي، فجاء أحد الحجاج فرآه، يعرف أن هذا السادن ومعه مفتاح الكعبة. ثم إن السادن أراد أن يدعو فرفع يديه يدعو عند الكعبة، فقال له أحد الحجاج، قال: سبحان الله، ماذا تريد؟
ما الذي تسأله الله من الدنيا وأنت مفتاح الكعبة في جيبك؟ وأنت مفتاح الكعبة في جيبك، يعني ماذا تريد شرفا أعظم من هذا؟ هذا كله فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. ولهذا لم يجرؤ أحد أيا كان من الملوك والأمراء والسلاطين أن ينزعها منهم، فهي إلى اليوم فيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينزعها منكم إلا ظالم. قال عليه الصلاة والسلام لزوجته عائشة: إن قومك قصرت بهم النفقة، ولولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت فيها الحجر وجعلت لها بابين. أخذت هذه المعلومة عائشة، أعطتها عبد الله بن الزبير، فهدم الكعبة في زمانه أيام ولايته على الحجاز، وعاد بناها على قواعد إبراهيم. فجاء الحجاج بن يوسف، ولا تدخل السياسة في شيء إلا أفسدت، فجاء الحجاج بن يوسف فهدم بناء عبد الله بن الزبير وأعادها كما كانت. فلما كانت ولاية أمارة أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي أراد أن يهدمها، فاستشار مالكا أبا عبد الله إمام أهل المدينة، فقال له مالك رحمه الله ونعم ما قال: قال يا أمير المؤمنين لا تفعل، إني أخشى أن يكون بيت الله بعدك ألعوبة للملوك، هذا يهدمه وهذا يبنيه. فتوقف أبو جعفر وبقي البيت على حاله إلى يومنا هذا. جعلني الله وإياكم ممن يعظم بيته ويحج إليه ويتقبل منا. هذا ما تيسر إراده، وأعان الله على قوله حول الكعبة البيت الحرام في لقاءاتنا هذه أعلام القرآن، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.